تحذير 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 قبل لا تبتدي المقطع، انت بتشوف اخس لعب ممكن تشوفه بحياتك، والسبب اني بغير التحكم. غلطه غلطه. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا مقطع جديد، تحدي جديد في فورتنايت. تحدي اليوم باختصار اني انا بغير التحكم. اوكي غير التحكم شو السالفه؟ لا، انا عن نفسي عبد الرحمن اللي قاعد تشوفونه قدامكم من اكثر الناس اللي تواجهها مشاكل اذا غيرت التحكم. يعني وايد صعب اذا تعودت على التحكم اروح على تحكم ثاني. يعني انت بالنسبه لك يمكن ياخذ لك يوم يومين عشان تعود على التحكم الجديد، انا ياخذ لي اسبوع اسبوعين، وايد اطول اللي ما تعود على التحكم الجديد. بس الله يسلمكم، قاعد اغير التحكم لان الشركه نزلت ابديت، وفي الابديت كان في تحكم جديد يساعدك في البناء ويخليك محترف في البناء. واتوقع اهم شيء في اللعبه هو البناء، اي معركه تقدر تفوزها اذا كنت تبني عدل، ما يهم شنو عنده، ما يهم شنو اسلحته، اهم شيء تعرف تبني عدل وبتقدر تخلبه. زين يا جماعه، الناس ما تشوفون هاي التحكم العادي، انا بغير حق ذي بلدر برو، نفس الشيء نفس التحكم حق الاطلاق وهالاشياء، بس الفرق الوحيد في البناء. طبعا ويانا الاسطوره اسطوره ابو سالم، محمود حمود بس دي على صوب. وانا كنت برقص هو عين ويا الاسطوره. بس اذكر شنو يبني داري التو داري وارتو. اوكي يلا التو يبني داري. زين نوك نوك. وشلون ابني عقب؟ شلون اطق التو عقب ار1 ار2؟ كليك دبل كليك تصير عشان هالحركه دبل كليك. اوكي ناخذ لنا موارد. ووو ار بي جي بيبي. حمود تعال لي يا زعم، بدرعم عليك. اوكي انت في المبنى ذاك، يلا انا بيا الحين بدرعم عليك. اوكي زين ار2 طوفه، ال2 داري. اوكي ار1 ارض. اي استغفر الله، هاي تصير بعدها لازم تحصل لها احترام. اوه قاعد اطق ار1 واطق ار2 مره ثانيه. اوه لا صعب صعب. اوكي حلو. بديت اضبطها بديت اضبطها حبيبي. في وسط الحرب اي في وسط الحرب، يعني ارقص معك يا ايش اقول لك. هاي غير. حلو حلو حلو، ليه الفطور التعود. امان امان سكر. اوه اثنين هني حمود، واحد فوق واحد تحت. سنايبر بيبي، اعلمك في البناء ار بي جي ذهبي. وين راح؟ اختفى. لا موجود. كفو 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 كفو. اوه اللوت، اوه يا جماعه اللوت 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 اسطوري. طلع حق التبنيل اقوى لوت يا رب. يا اللوت يا جماعه، مره التحكم الجديد يعطيك هالحظ ولا شو السالفه؟ انا اخوي ترى يلا انا بندش. يا ولد يا ولد تعال خذ سلاحك، عندي لانش بيد اذا تبي. امتحاناتنا تصدق؟ اوكي نوك، لا تحاول تدرعم مع وجهك. رفيجة تحت رفيجة تحت، قاعد يبني قاعد يبني قاعد يبني. طاح كنا؟ اي طاح. اوكي اعرف ابني لحد الحين. قاعد اعرف ابني. اوكي وين عاد؟ ريحني. ايه مات من العاصفة؟ مات. اوكي بقى واحد حمار. يا ربي عندك زين بنجاجات مدكت اي شيء؟ عندي لا سوا طبعا. انطر 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 درعبة تايم. اوه ما انحط. اوه اوكي الحين اعرف شلون احط لونش باد. لك يا من اول محاولة. اي ادري ادري ذبح اثنين بس حمود، كم ذبح؟ ثلاثة ذبحين خمسة بس. ضروري ضروري اقم زيادة حمود، ضروري مو متعود على البناية الحين. تشوفون في البناية شلون قاعد افكر افكر. ار2 طوفة ال2 دري، لازم لازم اتعود على البناية. يلا اجين اجين، من اول جيم فزنا بس شيء طبيعي بهاللوت، سامحوني بهاللوت لازم تفوز. طبعا يا شباب حمار راحوا بيي، مثل ما تشوفون بسالم قاعد ينزل ببط، الناس كلها منزلوا وانا قاعد اتامل بحمان. هاي اخوي نزول. زين طبعا اتوقع في مليون شخص هني، فخل نروح على خل توميتو او شيء كذي.
يلا عطهم عطهم على رؤوسهم. ايزي هي تعال تعال في سنايبر وده مكان فوق عشان نضطر بنيله. اه مسابقة حسيت وين تعال اذا صدني تاخذه. شو ذي ياو 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 اخسر بدون لا لم بتسعد ياو 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 اوه ارتو طوفه ولا بتصيدني هاي وانا انزلك ما بتصيد والله حرام. اي اي بانوب بانوب واحد نوب شو ذي بعطيه سبرايز هلا من فوق من فوق. نو ما نور راح. قهوة. طاح رفيجة. اوكي حاضر في واحد في البناية وواحد هني. هذي نوب هذي نوب بعطيني ظاهرة. لا ما عندك يا. بس بس حلو بسرعة تعالي بسرعة تعالي اي يا ايه النحمود واحد نار تيمور مع ان تخصبت وسويت اشياء غبيه بس قلت لكم يا جماعه ما اعرف حق البناي نوك واحد لا مشكله الزود دمج باتش قوته باتش قوته بس 31 يبي له بعد طلقه مشكله ما كنت اشوفه اعرف سبه الزون اه قهر قهر بس والله بنيت زين في هالجيم حسيت قاعد اتحسن او على الاقل عرفت حق الدري اكا كا كا في المصنع في المصنع المصنع الاول اوكي يا حلو صح في جاي شو تكبي ثاني اي رفيجي جاي قاعد طالع من فوق اذا عندك ترى بفنش رفيجي بسرعة اطلع انطر 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 نعطيه سبرايز خلنا نعطي رفيجي سبرايز شذي لا هم ذبحوا التيم الثاني كنا لا ترى بيطلع الحين تبن لا مقعدنا داخل حسيت هاي اللي الحين بيطلع بيفنشنا قاعد بتخش داخل قنبلتين فنشتك انت رفيجك بعد حول لي لا لا زين سويت زين سويت قاعد تفنشني قاعد هيلون اوبا سويت سبرايز اوبا نروح ندرعم اوهو وين درعم ودلين هني طقه ما يموت اوكي ما بروح له بروح له بروح له بروح له لا لا حاصل انا سنارة يلا عندك يا حمود لا قول لي شوف 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 خلاص خلاص عندك يا عندك يا ما عندي يا حمود ما عندي يا والله كل ما ابني تكسر دري والله زين سويت كل ما ابني كسر دري يقول لي حمود بعد انا قايل لك بدر عمله قايل لك بدر عمله لا تطلق رفيجي تعال تعال بسرعه قاعد ابني له بروح فوقه تتكسر الدري توهقني قوم قوم لا عندك اي شيء تهيل عطني ها عندك حبيبي يلا عندك يا عندك يا طيب هاي ايش
خلا قتل هالمرة. اوكي هالمرة بتسعة مشاكلنا خمسة، هالمرة تسعة على الاقل. اقيم بايخة بس لازم نتعلم على البناية اللي نريد، والحمد لله عندريتها تعود عليك. ما اقول لكم عرفنا ليه، بتشوفون يمكن اسبوع بكبرة دي اي بث اسوي اي حلقة اسويها بتشوفون اخيس بناية في التاريخ. عذروني بترو خلا تعود عليه بعدين تشوفوا الجاي. ثلاثة اقيم فوزين شتفون اكثر. نصيحة من اخ محب بوسلكم، أري يمكن غيري بعد وصلوا لكم هاي المعلومة، بس أنا أقول لكم نصيحة مني، غيروا حق هالتحكم حتى لو متعودين على التحكم ثاني. أنا عن نفسي أعرف روحي، ومن الحين أقول لكم بياخذ لي وايد وقت عشان أتعود على هالإعدادات، بس إذا تعودت عليها أضمن لكم لعبي بتحسن، وأنتوا بعد نفس الشيء إذا تعودت على هالإعدادات لعبكم بيتحسن. المهم أتمنى عجبتكم الحلقة، قناة حمود بتكون تحت الديسكربشن، لا تقصرون وياه اشتراك إذا مشتركين في قناته، لايكات وغيره. المهم أتمنى عجبتكم الحلقة، أتمنى ما تقصرون وياي بزر اللايك سبسكرايب، ونشوفكم حلقة ثانية.